بسم الله الرحمن الرحيم. هنحاول دلوقتي نبص مع بعض على طريقة تسطيب صمونة بلجنز. البلجنز الحقيقة مجموعة حاجات، يعني أقراص المطبوقات فيها شرح الخلفيات. تعال نشوف كده بسرعة يعني هتسطب ازاي. أول حاجة بالنسبة للفونتات بتاخدها كوبي سواء عربي أو إنجليش، تاخد الفونتات اللي عايزها كوبي كده، تاخد المجموعة اللي أنت عايزها فتاخدهم كلهم براحتك، كليك يمين وتقول له كوبي تمام. وبعدين تخش لي على الكنترول بانل. الكنترول بانل ممكن تجيبه من قائمة ستارت، تخش هنا على الكنترول بانل كده. لو لقيت عندك المنظر يعني معروض كده تروح ضغط على كلمة سويتش تو كلاس فيو، هيبدأ يعرضه لك بالشكل دوت. تعال على فولدر فونت وبعدين كليك يمين وقول له بيست تمام. يبقى انا عملت كوبي للفونتات سواء عربي او انجليزي، وبعدين جيت فولدر الفونت وقلت له بيست. طيب تعال نشوف تاني طريقة كده لطريقة سيت اب برضه الأسطوانة بتاعتنا. تعال نشوف كده غير الفونتات فيه تاني. في عندك البريسيتس. البريسيتس هي المكتبات بتاعة الفوتوشوب. مكتبات الفوتوشوب زي البراشز، الأكشن، الكاستم شيبس، الجريديانت، الستايلز. كل اللي عليك تعمله إن أنت تاخد المكتبة اللي أنت عايزها، تاخدها كوبي وتحطها في الفوتوشوب بقى، مش كنترول بانل، لا تحطها في الفوتوشوب. تعال نفتح مكان الفوتوشوب كده السي، وبعدين بروجرام فايلز ادوبي، وبعدين ادوبي فوتوشوب سي اس. طبعا انت عندك هتلاقي سي اس 2، انا مسطب هنا سي اس 3. هتلاقي فولدر اسمه بريسيتس. فين بريسيتس؟ اهو ده زي اللي انا حاطه لك على الاسطوانه. انت هتاخد من الاسطوانه وتحشي في الفولدر اللي عندك على الجهاز. يعني انت هتروح كده للاسطوانه، ده بريسيتس بتاع الاسطوانه، هتقول له مثلا عايز انقل ايه، عايز انقل شيبس بس، عايز انزل انقل براشز. هنخش على براشز كده، بتاخد كوبي كده المجموعه اللي انت عايزها، كليك يمين كوبي. انا بديك مثال البراشز، لكن كل ده ينطبق على باقي البريسيت كلهم. عملت كوبي ليهم وهروح بقى المكان التاني اللي هو جوه الفوتوشوب ذات نفسه. ده اللي جوه الفوتوشوب هلاقي فولدر برضه اسمه براشز، لو دخلت عليه كده هتلاقي دي البومات البرنامج. انا عايز ازوده بشويه، كليك يمين وقول له بيست. يبقى انا كده نقلت عليهم الحاجات اللي انا كنت جايبها المستوى. تقعد تعمل كده في كل الفولدرات اللي انا حاططها لك في البريسيتس تمام. طيب تعالى نرجع كده، يبقى احنا موضوع البريسيتس ده عرفنا ازاي نسطبه. الفونتات البريسيتس ما فيهاش مشكله. شرح الخلفيات دوت فيديو في شرح الخلفيات وشرح حاجات الكتابه. بالنسبه للبلجنز هي دي بقى مهمه شويه. البلجنز عباره عن ايه؟ يقول لك هي برامج بتسطب على الايه؟ على الفوتوشوب. تعال نخش مثلا نديك مثال كده، ناخد 3 ميفر. هتلاقي برنامج ولو طلب منك سيريال او اي حاجه هتلاقيها حاططها جنبها. تعال نقول له مثلا سطب لي ده كده، هيبدا الراجل يسالك عايز تسطبه فين. طبعا مش اي حاجه، لازم افتح كده اقول له عايز تسطبه جوه الفوتوشوب. فين الفوتوشوب؟ هقول له هات السي، بعدين هات البروجرام فايلز تمام، هات ادوبي، بعدين ادوبي فوتوشوب سي اس 3 طبعا مش كده. وبعدين هقول له جوه بقى فولدر ايه المره دي؟ فولدر اسمه بلجنز برضه. يبقى البريسيتس جوه بريسيتس، بلجنز جوه الايه؟ البلجنز اهو، بلجنز اهو. نقف عليه كده، نفتحه برضه. اه خلاص انا وقفت عليه كده، مش محتاج تاني. قالوا له اوكي، تعال نقول له انستول. خلاص قال لك تمام اهو. لو طلب سيريال ولا حاجه تنزل السيريال. هنشوف اللي جنبه ده برضه بيكون حاجه مهمه يعني. براوز، وبعدين نقول له هات لي برضه السي، بعدين بروجرام فايلز. اي غلطه في السيت اب، في مكان السيت اب تخليه ما يظهرش عندك. ادوبي، وبعدين ادوبي فوتوشوب سي اس 2 عندك، بعدين بلجنز وانستول تمام اوكي ماشي. برنامج تاني مثلا، اديك مثال لبرنامج تاني يسالك فيه على سيريال نمبر. كان في برنامج على ما اظن اسمه مش عارف اي كاندي 4، اه اي كاندي 4000 ده، كنت هنقول له سطب كده برضه. البرنامج ده بيتهيألي هيسال فيه على سيريال نمبر اثناء السيت اب. نيكست، اكسبت، نيكست، اه بدأ يسأل بقى على اسم مش عارف ايه وكلام كده اي حاجة. نكتب اي حاجة هنا، وبعدين في الجزء بتاع السيريال اخده بقى منين؟ اخده من المكان بتاعه. اه سيريال، هات يا عم كل ده كوبي، اقفل، انزل تحت، حط الكلام ده فين؟ في السيت اب. السيت اب فين؟ السيت اب فين؟ طيب كليك يمين وبيست صح؟ نيكست. ما ننساش طبعا ان اقول له ايه؟ سطبه فين يا عم؟ بروجرام فايلز، بعدين ادوبي، وبعدين ادوبي فوتوشوب سي اس 2، وبعدين بلجنز صح. خلاص خلاص تعالى بقى ايه نقول ادوبي مش كده. ده هنفتح الفوتوشوب
بص بيعمل سكانينج فور بلجنز، فهتيجي تتأخر شوية أول مرة. حاول ما تحطش كل البرامج الموجودة عشان ما تهنكش الجهاز، لو حطيت عدد كبير قوي ممكن تحط مجموعة وبعدين تبقى تشيلهم عن طريق الـ Remove Programs من Control Panel. طيب تعالى كده، بص بالمناسبة عقبال ما يحمل الفوتوشوب بتاعنا، في فريمات نفس الأسطوانة برضو اللي عندك هتلاقي فيها فولدر اسمه فريمز، دي كلها اطارات صور، دي صور جاهزة ممكن تستخدمها اطارات، تاخد الصورة بتاعتك كوبي وبيست عليها او تحط الصورة بتاعتك تحت اطار الصورة وبعدين تمسح الابيضات بأي أداة. تعال نشوف كده الفوتوشوب بتاعنا حضره ايه. ادي فايل بص، هروح للفرش هتلاقي الفرش بتاعتك زادت شوية. طبعا لأن أنا سطبت فرش، أنت ممكن تسطب حاجة تانية، طب هتلاقي الفرش هي شكلها غريب شوية. طيب هتقولي عايز البلاجنز هتتجاب منين؟ تعالى نحط شكل كده بسيط عشان نطبق عليه بلاجنز بالمرة، كاستم شيب وحط مثلا شكل زي ده. بص لو دخلت على الفلاتر هتلاقي في تحت البرامج اللي انا لسه مسطبها حالا قدامك، اي كاندي اهو، انا مثلا اي كاندي هقول انزل لي فاير فيه، نور كوليوم لينس، مش عارف نجربه تاني كده، فلتر اي كاندي فاير عشان الجهاز بقى بطيء اوي هنا بسبب اللود اللي عليه التسجيل وكده. تعال نجرب سي دي ميكر، بص عايز اخليه مجسمة، تعال نزود الديبس شوية العمق كده شوية، وتعال نلفه حواليه محور واي، هو ده يعتبر محور واي، تعال نلفه حواليه شوية كده، تمام اوكي تمام. طيب انا كده نعتبر خلصنا شرح المصنع دوت، واكون نفسي استفدت بيها. السلام عليكم ورحمة الله.